البيان لم يكن غامضا، بل كان نقدر نقول عليه انطى مجال واسع لان تكون هناك استكمال عليه، باعتبار انه هذه حلقه اولى وهنالك حلقات اخرى ستستكمل بعدين. اي بما معنى انه مثل ما قال الاستاذ حسين اكو اجتماع ثاني قريب جدا سيكون احتمال في منتصف الاسبوع القادم. لاعتبار انه مثل ما تفضل جنابك انه اكو هوايه من الاخوان اللي ما قدروا يلتحقون بهذا الاجتماع، ما سمحت لهم الفرصه، جزء الدعوه تاخرت وصلتهم بوقت متاخر، فبالتالي هنالك فرصه اكبر لا استاذ الفقار من ترهنون مشاركتكم بانه لازم الحكومه تكمل اجراءاتها، هذا كانه شرط. لازم المفوضيه تكمل اجراءاتها، لازم الامم المتحده تكون مشرفه، لازم شروط، وكانه تشترطوها للمشاركه. تمام. اي ماكو حسن بالمشاركه، انا يعني هذا اللي افتهمته من البيان. صلحوا لي استاذ احمد، خلينا نكون واقعيين اكثر ونشرح بصوره واقعيه حتى يفهم الناس شنو اللي صار. اولا فكره المشاركه قائمه لحد هذه اللحظه على شروط، انه احنا اليوم قررنا يابا احنا راح نشتغل نعد نفسنا للانتخابات، حضر مرشحينا، نكمل شغل كياناتنا، نوفق بيناتهم، الدوائر الانتخابيه نحسمها، منو ينزل بفلان دائره منو ينزل بفلان دائره، ياخذ المرشح الاقوى اللي يستحق يكون بهاي الدائره حتى الباقيين يتحولون الى داعمين. كل هذا العمل تم الاتفاق عليه، لكن المشاركة الفعلية مرهونة بنقاط رئيسية، أي أنه هنالك بعض النقاط التي تحتاج. هاي نقطة مهمة، أفهم من كلامك أنه هاي القوة على الأقل القوة الثمانية، ويمكن سيد حسين قال أنه راح تلتحق قوة أخرى. بالضبط. راح تنزلون بتحالف. ها هنا هي ائتلاف انتخابي، لو تنزلون فرادة، لو كل اثنين ينزلون واحد. لا شوف سيد أحمد، أولا مبدئيا فرادة هاي ماكو. فرادة ماكو. نحن مجتمعين من أجل أن ندخل كقوة واحدة، هاي واحد. اثنين، هسه تحالف رسمي معلن ومسجل عند المفوضيه، هاي حاله مش باقي اليوم جديد الشهر يا ابي، يوم 22 مو عندنا اجراءات 23 بعد 20 18 احنا دخلنا 23 سبع ايام بعد عندكم عندنا بالضبط عندنا اجراءات قانونيه، اذا لحقنا نكملها فكان بها خير وبركه، ما لحقنا فمو شرط ان نكون تحالف داخل المفوضيه، احنا بالاصل متحالفين، احنا بالاصل نعمل سويه، احنا بالاصل متشاركين بالعمل، فبالتالي مو شرط انه نكون داخل المفوضيه اسم مسجل، احنا خارج المفوضيه نعمل سويه، فبالتالي ان كاننا مسجلين داخل المفوضيه كتحالف او خارجها فنحن نعمل سويه.